هنا خلاص بس اشوف دي ابوني انا مست كبير هذه نهايتها سي معكم الرجل وسيم انا هعطيكم تحتين اذا انت مقدم التحدي لا تلعب ضدي ربة الجلسه طبعا متابعين اليوم معانا منور حسن كا والتوام حسين والبرنس مشاري الله يركبكم الاثنين الجيمس الله يعينكم اليوم حركه ابو الجيمس عارفين اليوم التحدي ايش التحدي اليوم التحدي يا متابعين حيكون عندي على الصحون عندي 8 صحون من 1 الى 8 وعندي 8 صحون مقلوبه كل صحن داخل هذه الصحون فيه 8 في 8 ارقام ما عليك سوى انك حتسحب بالحبل وانت وحظك واللي يطلع لك حتاخذ يا اما عقاب او جائزه جاهزين نحط الأغراض ونجيكم طبعا يا متابعين عندنا عصير طماطم وعندنا سماعة وعندنا شطة تباسكو ورغوة و500 ريال وبلونة فيها موية وروج الله يعينكم على الروج إن شاء الله ما يجيني وعندنا درج جاهزين؟ جاهزين مستعدين مستعدين نخش على الرام نخش على الرام الرام ده ليش؟ الأول أنا مين؟ مين؟ أنت إيش؟ أنت لا والله إيش؟ أنت يا الله كان اول يجي شوف يا متابعين انا باذن الله اجيب السماعه و500 ريال تحداك اتحداك وانت ايش عندي لا لا عندي 500 لا تضرب لا تضرب يا اخوان انا اقولك ايش اجيب نخش ها الدونت بس نخش نخش يا الله عليك يلا بينا بسم الله جاهزين يلا يلا روحي طبعا هي عشوائيه وكل رقم ما ندري على الثاني هو فين اصلا والله اختار اختار نسيم ان شاء الله البالونه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستر الله يستر سته من الرقم دونت 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 اعطيني 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 السحر اعطيني السحر اعطيني السحر جاهز الدونت جاهز الدونت لا شفت ربي حظي والله ترى مشاري مشاري كان ناوي عليها بس انا ناسي عندك 500 وعندك سماعه ابل اوكي ايش تسوي يوجا انت ولا ايه؟ انا اجي لك 500 انا اجي لك 500 قاعد تسوي يوجا؟ عشان قاعد اقول يمكن اجيب السماعه على الفلوس الفلوس عندي السماعه عندي الفلوس عندي الراوند الثاني طبعا قبل ما نبدا الراوند الثاني متابعين كان في رقم 6 وانا اخذت الدونت الحين اختار واحد من هذول المتسابقين الخطيرين هل يا ترى مين سعيد الحظ اللي راح ياخذ السماعه ما عندي او ال 500 ريال انا بختار في الراوند هذا مين حختار ما بين الحلوين البرنس مشاري يلا جاهز برنس دقيقه جاهز جاهز اشوف وجهك جاهز؟ جاهز هيا يلا يلا يا سلام سحب رقم اسمع فك الرقم علي على الكاميرا فك الرقم رقم 5 500 ريال الله امك لا وربي حظك في العلالي انا كنت ابغاها 500 يلا والله يا واد اقسم بالله اعطيني هي ابوي انت تبغاها لا ولد 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 ابوك انا ابوك تعال الله يسلحك تعال ما تعال تعال صح امشي طبعا متابعين البرنس اخذ ال 500 ودحين الراوند الثالث استنى يا تو هاي بابا يلعب مين لهم اقول لك ايش؟ ها حجر ورقه مقص يعني بينهم حجره ورقه مقص يلا سريع اللي يخسر يلعب اللي يخسر لا اللي يفوز هو اللي يلعب اللي يفوز اللي يلعب يلا اوكي يلا انا اقول يلا حجره ورقه دقيقه صور شويه يلا انا بقول ثلاثه يلا 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 واحد ثلاثه حجره ورقه مقص حسن دور حسن خش اللي يا سلام يلا يلا جاهز انا رقم اثنين يا متابعين انا رقم اثنين انا حصل اني شطه يلا ان شاء الله ان شاء الله ها 500 فرحان صح 500 الحين انا عيني على السماعه ان شاء الله عيني على الكباخ بسم الله بسم الله لما تسحب الصحن اللي قدامك تقلب الرقم على الكاميرا انا اختار هذا بسرعه هذا هذا يا سلام ارفع الرقم ارفع الرقم رقم كم؟ رقم 4 لا عوافي عوافي لا
خلاص غلقنا غلقنا. طبعا متابعين خلصنا مع عسل اخضر رضوى، الحين دور حسين. يا رب النفيخه وروش باذن الله. النفيخه النفيخه عين السماعه باذن الله. السماعه طيب يلا بسم الله. ايش اخذ ايش اخذ بسرعه اختار. انا اقول لك اختار. استنى يلا اسحب شوي شوي. بسم الله بسم الله. راح راح يلا دقيقه دقيقه. 1 2 3 كم كم الرقم؟ رقم 7 7. خليك زي ما انت خليك. اول خطوه في الروج تفتح الروج تلف الروج يطلع معك لون بني. يا بني قرب مني. شوف تعطينه حركتين كذا دقيقه. اسمع اعتبرها هذا شو يسموه دقيقه. يا سلام لا اعطيني لا اسوي لا هنا 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 خلاص بس اشوف دقيقه بس 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 يا سلام سحبت مايك. يا سلام اعطيك حمره هنديه. يا سلام قول للمتابعين انا بورني ايه بورني انا مست كبير. هذه نهايتها. طبعا متابعين خلصنا من حسين ودحين رجع الموضوع عندي دوري. ايش باقي ايش باقي؟ باقي عندنا نفيخه وعصير طماطم وسماعه وشطه تباسكو الحاره. جوي جوي حلاوه. ان شاء الله تجيب الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 هذه لعبتي انا اختار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا سلام يا سلام. ايوه نقول بسم الله. الله ها رقم 3 3. شباب لا 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 ما اتفقنا يا عيال. ايه هذا يا عيال ما اتفقنا. انا رجل وسيم انا. ها الا والله تاكلها امم. تعرف الروج اللي حطيته فيها؟ روج ترى والله حاره والله حاره. تعال الحين من عينك وقطع يا ويلك من اخوي. كلها 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 شو هذا يسوى معايا. هذا الراوند الاخير بيني انا وحسن حسين. ها انت الثلاثه حتلعبوا وانا بس عندي 500 صح؟ انت كذا مباراه؟ ايه متاكد؟ متاكد. خليكم مشاهدين. ها ترى انا ابوك. ها طيب يا ولد من الله ترى ما حيلعب معانا؟ ترى اقوم له. ليش تقوم لي؟ طبعا متابعين هذا الراوند الاخير حتكون حماسيه فيها عصير طماطم وفي المويه اللي بالنفيخه وفي السماعه. حنسحب في نفس اللحظه. يا رب السماعه. دقيقه يا متابعين هذا عشان رقم فينش اللي حنقول. حنسحب في نفس اللحظه واللي يطلع بالدور. نبدا مثلا من هنا يفرح بعدين هنا بعدين انا اول واحد. جاهزين؟ كلنا مع بعض مع بعض مع بعض. نسحب مع بعض. دقيقة استنى اختاروا وروهم مرحبا. انا اختار هاي دقيقة. اول واحد يسحب حسن. هذا مين؟ هذا حسن. هذا حسن. حسن سحب متابعين. رقم كم؟ حسن جاله رقم 2. قلت لكم السماعة حقتي. قلت لكم السماعة حقتي. سماعة هذه حقتي لي السماعة. حسين الحمد لله. حسين سحب. حسين رقم عشان يظبط عنده الدم ويرفع المناعه ويظبط كل شيء في الجسم. ترى الطماطم اسطوري. دقيقه انت فرحان بالسماعه. ايوه فرحان بالسماعه. بس حقك انت باقي انت. انا النفاخ رقم 8. ايوه انت تفقعها؟ طيب دقيقه اختار الطماطم. ايوه لا تكفون منه والله. لا لا يا عيال حتشرب والله. حتشرب الطماطم. تفتح عصير طماطم وتقدمه. اعتبر نفسك قاعد تاكل باميه. ليش انا بحب الباميه؟ تفضل هذي حيشرب قبعة واحدة. حيشرب سريع. حيشرب بسرعة. سريع. حيشرب اشرب اشرب وربي عقاب عوم. اشرب بسرعة. روح ادعس الله قلبه. والله مش المشكلة. اوه ماي جاد. شوفوا يا جماعة ترى عصير طماطم مش مشكلة. والله ضحكني. والله ما اشربه.
والله دين. طبعا متابعين مشاري كذا اخذوا 500 ريال وعشان اخذ السماعه وحسين شريف طماطم. خلاص وكذا ان شاء الله الحلقه ان شاء الله انها تكون بخير ان شاء الله. دقيقه دقيقه كثر الحلقه ايش في؟ البالونه يا حبيبي. يلا يلا فين الدبوس؟ معك الدبوس اللي يبقوا البالونه عليه يا جماعه الخير. طبعا متابعين انا كان عندي اخر عقاب انه النفيخه فيها موي تنفقع في وجهي. يلا برنس سامحني. لا لا طب اسمع صلي على النبي لا تفقع راسي افقع البالونه. صلي على النبي انا بابا. واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان وهذا سناب نضيفونه هنا 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 فوق فوجي ايش فوجي طيب شاري لا تنسوا بالله اللايكات وكل شيء ونشوفكم على خير باذن الله وسلام ربك ادعيله السلام عليكم هنا القوه